وش عيب الخديم ولد الخديم وابن الخديم الخماس هو خدامك يعرف حقه ما شطم حزم المنجل البالا والفاس خضار جزار نجار حفار وكنا خضار جزار نجار حفار وكناس خياط حياط حسان لبان وكياس قهوجي صنايعي ذباح فلاح وعساس موال جوال حمال وحماس يكسب شحال من حرفة معاها الظل بطالة والمعيشة بالهفة مع الأزمة وطلوع الكفة وفراغ القفة والريان تايا الفق يتغلغل خفة وتجيه الزفة وهايه ودا وليدي استرزقت اش ما يجيب لك ربي نور هو الفقر محوجنا وانت بلا خدمه ودا وليدي نور الصغار ما يتقوتوش ولا كي ودا وليدي قولي انا عيت ما نجري ما الخدمه في هذا الوقت قللت عيت ما درت طلبات ما عندي يزهر شي وين وين مسالة فيها تصبح ايام قولي يا راني ماشي نزور سيد المقام سيد المقام مش عيبة عاد كي السؤال قدامك يا بنيتي انا راني خارجة اتحلي ودا وليدي هانو يا ودن داني داني يا ودني دا يا Yeah.
باركتك باركتك يا سيد المقام، احنا مسلمين لك ومكتفين لك يا وليد القام الكبير. شيء الله به، انا عييت ما نزور، زرت سيدي محمد، زرت سيدي قاضي المختار وسيدي عبد القادر الجلالي مول الميدة، هما جابش السباب على يديهم. شفت منام بعد ما شفتك في داك صندوق العجب، ودوك الغاشي اللي يجوا يستبركوا بيك باينين بخير عليهم على حساب وجوههم، اسمان زينين مكسيين وما خاصهم والو. باركتك باركتك يا سيد المقام، قلت انا نقصدك بالك تشوف حالتنا، تشوف حالة وليدات قريتنا، هتشوف لوليدي خديمة، ما عندنا كتاب وما عندنا اللي يعتقنا. يا سيد المقام الصغير، اطلب لك في وجه المقام الكبير شيء الله بيه في الزير، باش تشوف حالتنا شوية، كما هادوك اللي راهم يزوروك بالقصبة والورد وتحتهم المجمر يزهر محميهم رافعين يديهم للسماء يتمتموا. شفت فيهم مانا طلبة وعلماء. باركتك باركتك يا سيد المقام. هذا الشميعات وهذه الشويه تاع الجاوي على حساب طاقتنا. يا هدان دني 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 هدان دني دني واسمح لي اسمح لي يا سيد المقام الصغير، اسمح لي يا سيد المقام، باركتك يا سيد المقام الصغير، باركتك يا سيد المقام الصغير، باركتك يا سيد المقام الصغير. شعيبل واش كان؟ تاي يا خويا هما نروحوا نخدموا على وليداتنا ولا هيا كان سردي لي لون الغلقه نتاع البارح ما نساهاش يا شعيبل. ما تخافش ما تخافش، نديك خير وين الطباجين طيباتهم من الرزاق. سبحان الله
كلوا من طيبات ما رزقناكم. صح صح سي بوش بعادك الطعام والله لا غير عزني مانيش نجم اخويا مانيش نجم. من داك انا كي والف الطوازين ذاك يحطوا لي الطعام ما نتلمساش خلاص. اسيبي الواحد يخدم على روحه امام الله وهما كل يوم الطعام 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 هذا الطعام راه قريب ينبذل فيه كل شيء يا اخويا. لا لا خاطيك خاطيك استنى نشوف البروجرام. راني جيت الجمهوريه وهذه المساء تاع الجمهوريه هي اللي يحطوا فيها مليح. استنى وين راه تعزيه؟ تعزيه 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 زبرت التعزيه وين هو؟ هيا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن يا دن دن دانك داني دن دها داني ديهانك يا دن داني دانك ياها ودانك يا داني دن داني يا دن دن دانك داني دن دها داني ديهانك يا دن داني دانك ياها ودانك يا داني دن يا دن دن دانك داني دن دها داني ديهانك يا دن داني دانك ياها ودانك يا داني دن يا دن دن دانك داني دن دها داني ديهانك يا دن داني دانك ياها ودانك يا داني دن داني عشرة عشرين ثلاثين هي ربعين اي هاك هي ربعين ليك وربعين لي دابا سوما مليحة هذا عزونا بالطعام واش قلت لك اي غدوة ان شاء الله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويرزق من يشاء بغير حساب
حلم النعايم وراولو الجنة بجنانها وخرجوه سحرة هايم الدين للرقبة وهو ديما صايم قفزوا به اللعابة ظنوه متورك نايم الغربة النسورة والثيوبة متافقين مع الرعاين وصحاب الحكايم الحق ما شاف منه فتاتها والكذب بالقناطر والباطل عايم ما طاقش الطرطق جابها في عمره صار ما صرا والله الدايم صوتوه ضربوه صنصلوه عذبوه عدموه جرحوه طنحوه حزبوه فرقوه فقروه عروه جوعوه رقصوه زلطوه جردوا من دينه بعدوا على اخلاقه وخسروه فسدوه والكيف والجرايم والسرقه والطمع وفي الذنوب